يا ابني جوهري مين وكرول مين؟ هي كيمياء؟ انت عارف الواد عالم افرامه بتاع بلديه المذبح لو لعب قشاش ورا يا عيني؟ يا هو الواد ده حد بيفوت منه يا كابتن خرابه؟ ده اللي بيفوت منه بيعمله بلوبيف ويخبي فانيلته رقبه ازازه. يا سلام يا يا لهوي، لو خد البخاخه معاه بقى عشان يوقف البخاخه بتاعه البنج، عشان يوقف نشاط الولا بتاع الجيريا. لا خلي بخاخه البنج دي لاعضاء مجلس الاداره. يا عيني يا كابتن بني. يا عيني عليك يا كابتن، انت بتقول ما بتقوليش خطط، انت بتقول ضرف. والواد سيخ يلعب راس حربه. يا لهوي على السيخ. ويحط شطفه موس في ضوافره. يا سلام يا سلام، هي دي الخطط، هم فاهمين حاجه يا كابتن. ويلعب باصات طويله وسمبوكسات. يا سلام لو خد معاه بقى يشتغل بالسرنجات. والواد الوينج الاشوح يلعب اتنين تلاته عرض برازيلي. يا لهوي يا لهوي، زي الواد حماريو بتاع البرازيل. صح يا كابتن خرابه، تصدق انت ظلمت يا كابتن خرابه، انت مش واخد حقك، انت المفروض تدرب الفريق الكوني بتاع الارجنتين. كابتن يا كابتن كابتن خرابة، أنا قلب عليك القهوة بتاعت البلد كلها يا كابتن، مفيش قهوة ما سألتش فيها عن سيادتك يا كابتن. كابتن أنا نفسي يعني أخد فرصتي وألعب كورة، أنا نفسي أبقى لعيب كورة يا كابتن. أنت مين يا واد؟ محسوبك درديري هريدي، غاوي لعب كورة سيادتك يعني. لعبت كورة قبل كده يا واد؟ محسوبك لعيب كورة شراب كده يا كابتن، أنا لعبت الكورة الشراب دي من أيام ما كنا بنجيب السفنج من القطورة ومن السيب يا كابتن، كنا بنعملها كورة كده أهو كلها. سيادتك كمان أنا جبت الكاس للمنتخب القومي بتاع باب الشعرية، وكمان كسبت فريق القصيرين صندوقين كازوز يا كابتن. مخربش يعني؟ يا ابني أنت حظك حلو، أنت أمك دعيالك، أنت وقعت في أقدم قديم في الكورة المصرية. كابتن خرابه ده بقى لعب الكوره ايام ما كانوا بيلعبوا سبع تنفار والجون مشترك، اما كان بيحدف بظهره. الراجل ده بقى كابتن خرابه لعب مع مين؟ كابتن دزوي وابو رجيله ومحمد ناصر والسيد ابراهيم وطلعت حرب. طلعت حرب؟ هو طلعت حرب كان بيلعب كوره؟ يا ابني هو طلعت حرب خل حاجه ما اشتغلش فيها، انت هتكدبني؟ صح يا ابو الكباتن صح، حتى بالاماره التمثال بتاع طلعت حرب بيشاور بصباعه كده اهو، عارف ليه؟ ليه؟ كان بيشاور على بيلن يا كابتن. مش بقول لك انت واد مخرب الصحيح، 30 سنة بعدي على التمثال ده بحسبه بيشاور عليا أنا. على فكرة يا كابتن خرابة العجل بتاع النادر وصل. عجل؟ جايبين عجل ليه يا كابتن؟ عجل عشان نذبحه عشان يفك النحس على الفريق القومي. الله ينور عليك يا كابتن، إيه رأيك بقى نلم فلوس ونشتري معزة؟ معزة؟ معزة ليه؟ عشان نذبحها ونفك نحس فريق تحت 17 سنة. يخرب بيت مخك، ده انت واد تمام. ايه ده؟ ده انت واد عسل، ده انت واد مخك تمام. تصور بقالي 17 سنة بدور على الحل يفك نحس تحت 17، ما كنتش لاقي. بتدور انك انت تفك نحسهم من قبل ما يتولدوا؟ ايوه، انت واد هتبقى لعيب كبير. الله يخليك. اسمع يا واد، خد الكارت ده بتاع اخويا اوفسايد، ده بيورد لعيبه. روح انت هتبقى لعيب كبير، تقعد مخربش واد مخك ذكي. الله يخليك. الله يخليك يا كابتن، الف شكر يا كابتن، الف شكر يا مساعد الكابتن. ربنا يوفقك ان شاء الله، الواد ده هيبقى لعيب. ترى كابتن خرابه مش نفطم كابتن اوفسايد؟ فطمت. الو، صباح الفل يا كابتن اوفسايد. على فكره اخوك خرابه الكبير بعت لك واد لعيب لعيب لعيب، وعايزين الواد دوت تعينه في الفريق اللي عايزين نشيل منه المدرب الاجنبي. يا انت حكاياتك مسليه قوي يا كابتن دبل كي. شفت الحكايات؟ كوبايه ميه يا ابني يا صاحبي. ماله بيعمل كده؟ المهم يا كابتن كمل يا كابتن كمل. المهم انا واقف بقى ماسك الكرة في وسط الملعب كده واخد بالك، بصيت لقيت 13 واحد من الفريق اللي قصادي داخلين عليا. رحت انا بقى رحت ايه؟ رحت ايه؟ استنى اصبر بس. ازاي 13 لعيب اذا كان اللعيبه كلهم على بعضيهم 11 لعيب في كل فريق؟ لا ما هو انت في الماتشات اللي زي دي بتعرف عدوك من حبيبك. صح يا كابتن؟ مظبوط. اتاري بقى ايه؟ كان في اتنين من اللعيبه بتوعنا مولسين معاهم، اسيبهم؟ لا. ياخدوا مني الكوره؟ لا. يضحكوا عليا؟ لا. قلت اعمل ايه بقى؟ بصيت يمين وشمال ما لقيتش ولا واحد من الفريق بتاعي واقف جنبي. الفرقه كلها فص ملح وداب. عارف كانوا فين؟ راحوا فين يا كابتن؟ كانوا واقفين عند الجون بتاعنا، كان في مشكله. فاكر يا كابتن؟ فاكر. الواد الجون بتاعنا كان عامل مشكله مع خطيبته حلا، اللي هو ابو خطيبته، واقف مصر ان هو يجيب بوتجاز باربع عيون. والواد قال لك لا، اربع عيون انا هعمل ايه باربع عيون؟ صح. انا اجيب بوتجاز بعينين والانبوبه عليهم.
كمان الانبوبه عليهم، ما هو فتير عايزين يتحطوا على الواد. لا لا، هو يا دوبك عينين هو ومراته. صح. اما يخلف يجيب عين عين طبعا. اتصرفوا بقى والفرن بعد كده لما العيال تكبر. بالظبط. رحت عامل ايه بقى انا؟ رحت رافع الكره سكرو على طول بقى في عز الموقف. ما هو عامل كده. اول ما الكره اترفعت سكرو قلت الحقها انا من ورا. رحت طالع فين؟ عند طريق صلاح سالم كده. عند الترب. لا، عند ارض الجولف. ايوه، اللي هي عند زحمه رمسيس دي. صح يا كابتن؟ صح. حلوة. الايام زي الفل. انا رجعت عارف عملت ايه؟ لحقت الكوره قبل ما تلمس الارض. لا والله لحقتها، خدتها على صدري. وقعت صدري شويه بس قلت انا استحمل. خليك قوي. ماتش مهم ده. ماتش مهم والفرقه مشغوله. في مشكله اساسيه بيحلوها. تمام. انفردت بالجول. طب وفين بقيه الفرقه؟ بيحلوا الاسئله. ما هي المشكله دايره ورا. واحنا فاضيين. الفريق المنافس راح يحل المشكله اللي عند الجون بتاعكم. اصدقاء، احنا جوه الملعب اصدقاء يا استاذ. صح يا كابتن. صح. فاكر انت؟ فاكر جدا. لقيت نفسي انا والجول، رحت شايطها دريب دريب دريب. ما شفتهاش فو. لا فو، كانت الكره هتروح دريب على طول في الجول. خدت الشبكة وطارت بعيد. الفيفا نفسه لغاية النهارده دايخ على الشبكة دي. انت ايه يا ابني اللي معادك مكان الكابتن اوفسايد وماك بات ماك؟ انا الكابتن اوفسايد. اقعد. سيادتك الكابتن اوفسايد، الكابتن انا من زمان جدا نفسي ان انا العب كورة يا كابتن. انت بتلعب فين يا ابني؟ سيادتك انا لعبت قبل كده في نادي اسمه ده، وبعدين بعد كده لعبت في النادي اللي وما كملتش في النوادي دي ليه؟ صراحة انا يا كابتن بيجيبوا لعيبه تانيين من بره غيرنا وبيقعدوا يدوهم بدلات كتيره جدا، بيدوهم بدل سفر وبدل انتقال وبدل ما هم قاعدين على الدكه وبدل ما يروحوا النادي تاني، واحنا ما بناخدش اي حاجه يا كابتن، واحنا الناشئين بتوع النادي نفسه يا كابتن. بدل ما فوق عليك يا ابني، جاوب على اسئلتي على طول. طبعا يا كابتن طبعا. انت بتلعب في مركز ايه؟ سيادتك بلعب في مركز ديشنا. مركز ديش ده خط وسط ده ولا هجوم ولا يمين ولا شمال ولا ايه ده؟ المركز اللي في وسط الملعب يعني. سيادتك يعني في اي مركز تحطني فيها سد ان شاء الله يا كابتن، عجبك قوي. وبتلعب في فرقه ايه؟ في اي فرقه سيادتك عايزني العب فيها لعبني فيها، المهم ان انا اقبض يعني ويكون في وجبه يعني مثلا. بتلعب تحت ايه وفوق ايه؟ بلعب سيادتك تحت 17 سنه. طيب ايدك كده ما شاء الله رياضي طبعا يا كابتن اوفسايد ما شاء الله. ايوه يا كابتن. بقول لك ايه يا ابني؟ دي لا بفكر في السؤال. ايوه يا كابتن. انت بقول لك ايه؟ ايوه. انت دلوقتي لو جه لعيب رقصك. ايوه كابتن. هتعمل ايه؟ سيادتك يعني ايه لو رقصني؟ يا نهار اسود، هرقص اهله. اخش على رجله الثابته واخده مقص اقطع له الاحبال الصوتيه بتاعت معدته. امر ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ دلوقتي لو بينك وبين الجون خطوه ونص. بيني وبينك خطوه ونص، لا بيسلم ولا بيرد. ايوه يا كابتن، اعمل له ايه؟ لو بينك وبين الجون خطوه ونص هتعمل ايه؟ ويكون مثلا الباكات دخل عليا والباكات داخله، انت فاهم يا ابني. امال ايه؟ صح. ده انا لعيب لعيب. والباكات داخل عليك تعمل ايه؟ باللوكاميه وفي خلقته على طول. طيب دلوقتي لو انت منفرد بالجون وخلاص اهو الجون هيصد منك الكوره. هيصد؟ أيوة. تعمل ايه؟ سيادتك يعني ايه؟ اشرب بق ميه نار وبخ في وش على طول. على طول. ولو ما معكش ميه نار؟ الله، انت بتصدقني ان انت مش عايزنا نكسب ولا ايه يا كابتن؟ وجون! والناس بقى تشجعني، واخد بالك؟ ايوه. بردي ايه؟ بردي ايه؟ وانا اقف اعمل الطقم كله، واخد بالك اللي هو بتاع الحركات دي كلها؟ بردي ايه؟ بردي ايه؟ بردي ايه؟ وبعدين اللي هي بتاعت اللي على الرجلين بقى. فاهمة؟ تبقى ماشي لغاية ما امسك رجل العيب من اللي هو قدامي، فاهمة ازاي؟ ايه ده؟ ازيك حضرتك؟ ربنا ما يحرمك من العبط يا ضنايا. ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ باين عليه اتجنن من البطالة والصياعة. اتجنن ايه بس يا ماما؟ نعم؟ امال ماله عمال يتنطط كده ليه زي القردة ابو زديري؟ اصله هيبقى لعيب كورة. لعيب كورة يا فرحة.
فرحة أمك بيكي يا حبيبتي، واللي بيلعب كورة بيمشي على إيديه ورجليه الأربعة. أربعة اتنين أربعة، أنت إيش فهمك بس؟ أربعة اتنين أربعة، أربعة اتنين أربعة، أنت يا ابني هتشتغل في الكورة وتعرف تفتح بيت؟ اسكت يا ماما، ده اللعيبه بيكسبوا على قلبهم قد كده، بيعتزلوا مره واتنين وتلاته ويلموا فلوس ويتباعوا بمليون واتنين. باليوم؟ امال ايه؟ عشنا وشفنا اليوم. هي امك واخده موقف من الرياضه ليه؟ انت مش قلت لي قبل كده ان هي بتلعب باسكت تحت 17؟ مش عارف يا ابني يا حبيبي. اقعدي يا حماتي بس، اقعدي. حماتك مين؟ حماتك مين يا اخويا؟ مش لما تجيب اللي انت بتقول عليه ده الباليوم؟ هيحصل. هيحصل وهتجوز رباب. ايوه، وهجيب بقى الشبكه واخده بالك، واجيب الشقه، وبعدين الناس كلها تشجعني يا حماتي، واجيب عربيه مفتحه من كل حته، واركب انا وانتي. لا انتي ايه، اركب انا وانتي وشعرك يقعد يطير ويتساقط ويتساقط لغايه ما تصلعي. ايه عايزه ايه؟ اسمع يا ابني، انت ما تقلقيش، هجيب لك عربيه تانية اللي هي بتاعه تكريم الانسان. ضحكتني. بقولك ايه، انت هل هتنفع في الكوره ولا في اي شغلانه، وخليت رقبتي في الحته قد السمسمه. ليه بس كده يا ماما؟ ليه بس كده يا ماما؟ اسم الله عليك يا روح امك، داخل وخارج وداخل بطل قد الدنيا ومش قادر تجيب حق الدبلتين. هيحصل هيحصل يا حماتي، وبعدين ان شاء الله اول ما اخش بقى في الملايين، فاهمه ازاي؟ ياه، ده انت هتقعدي تفتخري بيا يا حماتي، والناس كلها تقعد تشجعني وتقعد تقول ايه، ترديريك 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 ترديريك، وانا هشجعك يا بنت. انت عبيطه ولا ايه؟ مش بحبك يا حبيبي، لازم اشجعك واقف جنبك. ترديريك، مبروك يا درديري، مبروك. ياه، فعلا يا رباب يا حبيبتي، فعلا وراء كل لعيب عظيم امراه تشده من الشرط. انا ما قدرتش الاقي واخد، لعمري ما شفته بيلعب قبل كده. ليه بس يا ابو الكباتن؟ ليه بس؟ عشان انت خواجه مش حاسس بينا ولا ايه؟ دي لقمه عيش حلوه، وبعدين دول بيدونا وجبه في الماتش يا ابو الكباتن. شفت شفت، ده اللي مجنني منه. ما هو اصله هيلعب، يعني هيلعب. بقول لك يا ابو الكباتن لو سمحت، ما فيش قرشين عشان مزنوق وعندي مشاكل، عايز قرشين. مش دلوقتي، انا هضطر ان انا اقدم استقالتي. استقاله ايه يا راجل؟ ما تقدرش تشتغل في بلدك. اقعد اقعد بقى يا عم، اقعد بقى. يلا يا ولاد على الملعب. حاضر. الرحمن الرحيم، سيداتي آنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتبدأ أحداث اللقاء الهام، لقاء المرتقب، لقاء السحاب بين الفريقين اللي كلنا عارفينهم وإحنا صغيرين، الفريق الفاتح والفريق الغامق. الفريق الفاتح هو لايسانتر وخد الكورة، والنهاردة الفريق الفاتح بيضم اتنين لعيبة، إيه لعيبة حكاية، كابتن درديري والكابتن دبلكي. كرة مع درديري، ماشي، بيعدي من واحد والتاني، الله الله الله، ده رايح على جون وبيعدي وماشي بالكرة وبيرأس الجون وبيجيب جون، يا خبر أبيض، الله، دي حكاية، الله. دي خطة بقى، ده اللي هنشوفه دلوقتي. 1-0 صالح الفريق الغامق، وبيسنتر مره تانية الفريق الفاتح، ودرديري برضو بيشاور له دبل كيك ناحيه الشمال ما يدلوش، وراجع على جونه برضو. يا جماعه حد يفهمه، المفروض يهاجم الناحيه التانية، وماشي وبيعدي من واحد والتاني وبرأس جونه تاني وبيحط الجون التاني، يا خبر ابيض، 2-0 لصالح الفريق الغامق. صفر الحكم بنهاية هذا اللقاء الغريب العجيب، والنتيجة 2-0 لصالح الفريق الغامق، واللي أحرزه درديري لاعب الفريق الفاتح. الظهر دي خطة. الناس اجازتها الجمعه وانا خدت تلات وخميس، يا اخوانا انا نفسك